يا مساء الخير، عايزة تعملي غدا يكون زي بتاع المطاعم وأحلى كمان وبطريقة تكوني محترفة قوي فيه. تعالي نعمل مع بعض كردون بلو مع الصوص الأبيض أو صوص الجبنة الشيدر بطريقة سهلة وبسيطة. ويقولولك انتي فتحتي مطعم في البيت ولا ايه؟ انا هنا كان معايا نص كيلو من صدور الفراخ المفرومه، تبلتها ببابريكا وجنزبيل وثوم وبصل باودر ومعلقتين كبار من البقسماط الناعم وملح وفلفل، وعجنتهم مع بعض. جبت الاسترتش وفردته كويس ودهنت ايزي بالزيت عشان الفراخ متلزقش فيها، وعملت كورة وابتديت افردها على الاسترتش. انا هنا كان معايا شرايح شيدر وتركي مدخن، ممكن تحطي اي حشوة انتي بتحبيها، وابتديت الفها. سهلة جدا معايا في اللف، الفراخ المفرومة ساعدتني ان هي تتلف بسرعة وقدرت اتحكم فيها اكتر، وحطيتها في الفريزر تقريبا حوالي نص ساعة. بعد ما سيبت الكوردون بلو يتجمد شوية في الفريزر، هنعمل مع بعض الصوص الأبيض أو صوص الشيدر اللي بيتحط من تحتيه. طاسة سخنة، وهتجيبي مكعبين من الزبدة وفصين من الثوم المفروم. احنا الثوم هنا هنشوحه بس، مش عايزينه يغمق معانا، هننزل عليه بمعلقتين من الدقيق وكوباية من اللبن. ومعلقتين من المسترد وملح وفلفل، واخر حاجه كوبايه كبيره من الجبنه الشيدر. وكده خلص الصوص. بعد ما عملت الصوص هسيبه على جنب وابتدي اعمل الكفر بتاع الكوردون بلو. معايا هنا 2 بيضه، هرش عليهم ملح وفلفل وكوبايتين من البقسماط الخشن وكوبايه من الزيت، وزي كاني بعمل بانيه بالظبط. هنزل في الدقيق الاول، بعدين البيض، وبعدين البقسماط. وبعد ما عملت الكفر هبتدي اقلي رولات الكوردون بلو على كل جنب لمده ما تقلش عن 3 دقائق كل جنب، لحد ما لونها يكون ذهبي معايا. وبعدين بعد ما اطلعها هقدمها مع الصوص اللي احنا عملناه مع بعض. بجد خطير، الجبنه سايحه والفراخ مستويه كويس جدا من جوه. تقدري تعملي كمية وتخزنيها في الفريزر وتطلعيها وقت القلي، هتوفر عليكي وقت كتير جدا. لو حابة تعمليها مع رز أبيض بالشبت طعمها بيكون تحفة، وجبة كأنك بجد عاملاها زي المطاعم وأحلى من المطاعم. جربوها وقولولي إيه رأيكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة .com.